السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة عن خسوف القمر في الأرجنتين. قام الأخ صاحب قناة الأرض المسطحة بوضع رابط فيديو. هذه الصورة مأخوذة من الفيديو المذكور بتاريخ 16/7/2019، كان يصادف منتصف الشهر الهجري. المفروض أن القمر بدر في هذه الفترة، فظهر القمر بسبب الخسوف بهذا الشكل. لاحظوا التحدب إلى أعلى والقوس إلى أسفل مائل إلى اليسار. دققوا بهذا المنظر. طبعا كان وقت الغروب في الأرجنتين، وكان القمر في الشرق. ليس غريبا أن يظهر القمر قبل حلول الظلام، وليس هنالك ما يمنع من سقوط ظل الأرض على القمر. والآن بنفس التاريخ وبنفس اليوم وبوقت قريب جدا نشر هذا طبعا الخبر نشر ثاني يوم، اللي هو 17/7/2019، مذكور هنا من وكالة فرانس 24 بالصور الخسوف الجزئي للقمر. هذا كذا ظهر القمر وتم تصويره من وكالة فرانس 24. لاحظوا التحدب إلى أسفل والقوس إلى أعلى مع ميل قليل. برضو هذا المنظر سيخدمنا الخطوة اللي بعدها. طبعا هاي التفاصيل هنا تظهر ما هو مكتوب. لاحظوا أول شيء أنه صورة عن الخسوف الجزئي للقمر بجزيرة كورسيكا الفرنسية في 16 يوليو 16/7، يعني 2019 بنفس التاريخ ومساء. لاحظوا مساء الثلاثاء، شهدت العديد من دول العالم مساء الثلاثاء خسوفا جزئيا للقمر، شاهده عدد كبير من سكان الأرض. وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر والشمس والأرض على نفس الخط، وكان الخسوف جزئيا لأن ظل الأرض حجب أكثر من نصف قرص القمر. والآن بالرسومات نشاهد كيف تمت العملية. أولا إحنا بشهر 7 بيكون ميل الشمس من هذه الجهة، بيكون محور الأرض مائل، معظم طبعا الشمس تغطي كامل النهار في القطب الشمالي هنا، والجنوبي بيكون معتم. فرنسا تقع هنا والأرجنتين تقع هنا. هذا التوقيت اللي تم فيه رصد الصور انه عند المغيب. كانت في فرنسا في منتصف المساء، يعني تقريب من منتصف الليل، وفي الأرجنتين كانت عند الغروب. لاحظوا جنب خط هذا الجزء المعتم من الأرض وهذا الجزء المنير. القمر أمام الأرض والشمس، يعني الأرض بين الشمس والقمر، والجزء الذي تم تضليله هذا الجزء العلوي. طبعا نشاهد كيف يظهر، طبعا لأنه احنا ماخذين مقطع جانبي، ولكن هكذا يظهر مع بعض الميل. أخذنا أشعة الشمس مائلة هكذا، هنا الأرجنتين وهنا فرنسا. من يكون في فرنسا يرى القمر بهذا الشكل، هذا الجزء المغطى من القمر، ويرى القمر بسبب الخسوف بهذا الشكل، وهو مطابق للصورة اللي شفناها من وكالة فرانس 24. والآن الأرجنتين كيف يروا القمر؟ قمنا بعكس بدوران، عمل دوران للمنظر هذا بهالشكل مع القمر قدرته، بحيث يكون الأرجنتين إلى أعلى الآن كما هو الواقع. ولاحظوا ما سيرى، هذا هو نفس المنظر اللي وضعناه الأخ في الرابط اللي هو قناة الأرض المسطحة. فهي دائما يعني يقدموا لنا أدلة، يعني كان من الصعب أن نجد من يصور بنفس الوقت بين فرنسا أو بين الشرق الأوسط وبين الأرجنتين، فهو قدم لنا خدمة جليلة بهذا الموضوع.
وأثبت لنا كروية الأرض. يعني مثل هذه الأمور، مثل وجود منظرين للقمر على أرض مسطح، لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يكون هذا المنظر إلا على أرض كروية، وهذا الدليل أمامكم. أشكركم وإلى لقاء قادم، السلام عليكم.